سمح لي مواقف مختلفة ربما قوة الاتحاد، وهنا وجه السؤال زيد سليم، قوة الاتحاد هو كيف يوازن يعني بين مواقف مختلفة وهذه التوازنات. ما المطلوب أكثر من الاتحاد عندما يصرح الأمين العام يقول بوضوح تحية للسجناء الرئيس وسجناء المراقية؟ واضح سيد سليم، أليس كذلك؟ يعني سجناء الرأي هم ضحايا الاتحاد العام التونسي للشغل بكل وضوح، وليسمع التونسيون ذلك. الذين من أوصل البلاد إلى هذه الوضعية، يعني من أوصل يقول عالم الاجتماع علي الوردي من مآسي العقل العربي أنه عندما يتعرض إلى ظلم من طغاته الحاليين فإنه يترحم على طغاته السابقين. من الذي جعل التونسيين يترحمون على عهد بن علي؟ هو هذا الاتحاد الذي جعل البلاد تجسو على قدميها بأنه أنهك الاقتصاد وأثخن في الدولة. هل نحمل يعني كل الهزائم مسؤولية كل الهزائم الاتحاد؟ لحظة أستاذ حسين، يعني شوف خطاب الطبوبي هذا يذكرني بشريط الحدود لدريد لحام. هذا الجيل الجديد لا يعرف هذا الشريط، جيلنا المسيس جيل الجامعة في السبعينات والثمانينات والتسعينات يعرف جيدا شريط الحدود. هذا رجل أضاع جواز سفره على الحدود بين شمالستان وشرقستان، منطقة حدودية هذه، وجاءت جميع الخطب، كل السياسيين جاءوا ولكنهم في الحقيقة لم يعطوه جواز سفر، وعندما أراد أن يجتاز قالوا له طيب يا سيدي لكن وين جواز السفر؟ يعني الاتحاد العام التونسي للشغل هو شبيه بهذه الحالة، الخطب هذه، ولكن جواز السفر غير موجود لهذا لدريد لحام في شريط الحدود. فقط يريد أن يقول، وهو الآن ينتظر أن يمد إليه الرئيس يده في أي لحظة. كما قال الأستاذ عبد الوهاب ماطر، الاتحاد منقسم، هنالك انقسام، والرئيس يلعب على هذا الانقسام. وحركة الشعب التي استثمرت في الديمقراطية وصلت بها إلى السلطة وتستثمر الآن في الانقلاب، الوتد واليسار البوليسي الذي تقريبا هو الذي يمتلك الدولة حقيقة، هو الذي الآن يسيطر على هذا الاتحاد، وصرحت قياداته علنا بأنها ستمنع أي تصادم بين اتحاد الشغل وبين رئيس الدولة. الاتحاد فقط هو ما الذي يفعل؟ هو بدعوته للقضية هذه المناضلين والسجناء السياسيين هو يناور ويقول يا رئيس الدولة أنت عندما تهجم علي فإنني أنا سأرتمي في ضفة السياسيين، وبطبيعة الحال إذا ما ارتقى النقابي والسياسي فإن لك لا قبل لك بذلك. مثلا عبيد البريكي الذي من جماعة الاتحاد أكبر قوة في البلاد، أول شيء لا أحد فينا تساءل أكبر قوة في البلاد ضد من؟ نعم. ضد من؟ ضد شعبه؟ ضد المجتمع؟ ضد الطرف السياسي الذي جاءت به الديمقراطية. الاتحاد العام التونسي للشغل لا يريد سلطة منبثقة عن إرادة شعبية يرى فيها وجهه الحقيقي وتحاسبه، ولذلك هو مستعد لرفع هذا السقف فقط ليحسن من شروط التفاوض مع رئيس الجمهورية. وواهم من يعتقد من السياسيين بأنه اللعبة في يد الاتحاد وهو الذي يستطيع أن يعلي أو أن يخفض، فقط لأنه فهما أساسيا أن رئيس الدولة بعدما سيصفق عملية الطبقة السياسية سيفرمه. هو يحسن الشروط يا سيد سليم، اتحاد يفاوض من أجل تحسين شروط التفاوض لمن؟ لصالح من؟ لصالح الأجراء، لصالح الموظفين. الآن لا أحزاب سياسية قوية ولا سلطة الآن مرتمة في أحضان صندوق النقد الدولي، الملجأ الأخير هو الاتحاد. المجال الأخير للاتحاد، الاتحاد العام التونسي للشغل هو الذي أوصل البلاد. يعني قضية التفويت في المؤسسات العمومية، من الذي فوت فيها في زمن بن علي؟ من الذي جعلها هي يعني ثلاثة بنوك فاسدة، المؤسسات عمومية فاسدة لا يتحدث فيها الاتحاد عن ضرورة العمل وثقافة العمل، لا يتحدث فيها أنا عن الحق قبل الواجب، لا يتحدث فيها عن واجب العامل، حتى أصبحت هنالك مراسلات من سفرات تتحدث على أن هنالك أرصفة في موانئ التونسية يجب أن تهدى القطاع الخاص لأن القطاع العام لا يستطيع أن يفعل ذلك. من يقف ضد الرقمنة في تونس؟ رقمنة اليوم المؤسسات أو طريق السيارة، من يقف ضد رقمنتها؟ كل ما يمكن أن يكون موردا للدولة حقيقيا وقف الاتحاد ضده. بطبيعة الحال هذا الذي أدخل في الدولة وصلت الدولة إلى هذا المجال، وهو الآن يتصرف بهذه الطريقة لأنه لم يعد له هامش للمناورة. إذا كان بالحقيقة يريد أن يكفر عن ذنبه، إذا أراد أن يكفر عن ذنبه عن هذه العشرية التي هلك فيها الدولة،
فعليه بالحق أن يقف من أجل الديمقراطية للجميع، للطبقة السياسية والنقبية على حد السواء ودون تمييز، ولكنه لم يتكلم عن الطبقة السياسية، ولكن بدليل أن كل مبادراته التي تقدم بها المدة الماضية كلها، المبادرات التي قدمها كلها مبادرات فيها إقصاء للتيارات السياسية الأساسية. يعني الأصيل صار دخيلا والدخيل صار أصيلا، وجمعوا عنده جوقة متاع أحزاب ليست تقريب فيها 30 ولا 40 منظمة يحطهم الكل ويقول هذه المنظمات الحدثية والديمقراطية هي التي الآن تمضي مع الاتحاد لصالح الدولة. وهو الآن يعرف أنه بعد انتهاء الرئيس حافظ عايز معركته مع السياسيين ستكون معركته مع الاتحاد سهلة، لأن ملفاته في الفساد حقيقية وليست زائفة. الملفات الزائفة هي الملفات المتعلقة بالسياسيين والتي جهزت من بعد القبض عليهم، ولكن ملفات الاتحاد في الفساد هي ملفات حقيقية وموجودة وبالقانون يستطيع مقاضاته، بدليل أنه انقلب في الفصل 20 ما زالت تناظر بين وقتهم. يعني من أوصل فصل 20، ولكن عندما يحاسب صاحب الفصل 80 فصل 20 كيف تكون محاسبة سيد سليم؟ من جعل الانقلاب يستوي على سلطه واصدر في شانه 6 بيانات، ثم الان عندما صار الامر يتجه اليه صار يتجه بالسياسيين ويتجنب مجموعه من الشعارات السياسيه مرحليا فقط. واعلنت تقريبا مسؤولون حزبيون من حركه الشعب ومن الوسط بانهم لم يسمحوا بهذه المواجهه، ولذلك التعويل مجددا على انه يمكن ان يكون خنجرا في قاصره قيس سعيد او النظام هذا وهم حقيقي وخطا تاريخي ترتكبه الطبقه السياسيه مجددا، كما ارتكبت الخطا في زمن بن علي عندما قالت ان بن علي استثنائيا.